من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا ورا لعيبه النادي الاهلي عشان يقفوا على منصات التتويج، مجلس اداره ما ادخرش اي مجهود ولا وقت يعني في سبيل ان هو يسعد جمهور النادي الاهلي، بيوفوا بعدهم عوده النادي الاهلي في كره السله لمنصات التتويج. دكتور محمد شوقي، استاذ محمد الغزاوي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور محمد برحب بحضرتك، والنهارده فرحه حلوه، فرحه مجلس اداره النادي الاهلي، فرحه اللعيبه، فرحه الجمهور اللي انتوا دايما بتدوروا عليها. الحمد لله ربنا يديم فضله. النهارده انجاز رائع لفريق السله، وان شاء الله من تفوق الى تفوق وتقدم اكثر ان شاء الله. عايز ارجع لحضرتك باحد البعثات مع فريق كره القدم، لان النادي الاهلي دايما بيضرب رساله. حضرتك موجود، الاستاذ طارق قنديل، كابتن حسام غالي بيقدمه، الدكتور محمد شوقي بتكلم حضرتك، بتقدم الاستاذ محمد الغزاوي، كابتن رفعت عبد القادر النهارده موجود، بتوصلوا رسائل كتير جدا. النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض، والنادي الاهلي دايما مقامه غالي عندنا كلنا. هو ده النادي الاهلي، كلنا في حب النادي الاهلي، ما بندخرش اي لا وقت ولا جهد ولا اي شيء، وسنظل ان شاء الله كله بيسلم اللي بعديه، وهي دي مثل النادي الاهلي وقيمه اللي هتظل ان شاء الله طول العمر. استاذ محمد الغزاوي اللي دايما يعني ما عارف من اقرب المحبين لحضرتك. العزيز يعني اذا كان من المقربين هو من يعني المقربين جدا لقلبي، وطول عمرنا اخوه واصدقاء، بس هو اخ صغير شويه وجميل ولا يدخر برضو اي شيء للنادي الاهلي، وقته وفكره وطول الوقت مع النادي، ربنا يحفظه. بشكر حضرتك يا دكتور بالتوفيق دايما. ربنا يخليك. استاذ محمد الغزاوي، لما تيجي تقدم تقول واحد من جمهور النادي الاهلي، انه واحد من العاشقين المحبين للنادي الاهلي قبل ما يرتبط بالنادي الاهلي في منصب او في عضو مجلس اداره، واحد من جمهور النادي الاهلي. استاذ محمد برحب بحضرتك، وافضل مقوله جمهور النادي الاهلي، واحد من جمهور النادي الاهلي. انا بقى سعيد ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي، فخر ليا ان انا اكون احد جمهور النادي الاهلي قبل ما ابقى عضو مجلس اداره. احنا اتربينا في حب النادي، اتربينا على ان النادي الاهلي هو اسره واحده، مجلس اداره، اداريين، لاعبين، جمهور، كلنا اسره واحده. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، والدكتور محمد شوقي كان بيقول، الدكتور طبعا محمد شوقي بالنسبه لي هو اخ وعزيز جدا بالنسبه لي وقريب جدا لقلبي، ومن قبل مجلس اداره من زمان. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، احنا اجيال بتسلم اجيال، وكلنا بنفخر بوجودنا مع بعض، كلنا سعداء بوجودنا مع بعض. التنافس اللي ما بيننا هو تنافس ان احنا ازاي كلنا نقدر نخدم النادي الاهلي، بنحب بعض الحمد لله رب العالمين، وده باين على الفرقه وباين في النتائج. وبحب ابارك لجمهور النادي الاهلي، وابارك للاعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني والاداري وزمايلي، ويعني انجاز كبير جدا لفريق الباسكت النهارده، وان شاء الله باذن الله ده بيدينا امل في مزيد القادم ان شاء الله. جيل كلهم لسه لعيبه فيهم صغيرين ولعيبه كبار، وكلهم بيكملوا بعض، وان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي يفضل يفرح بفرقه الباسكت بتاعته مع جميع الالعاب الثانيه. والنهارده كمان ببارك للطايره، كسبنا بطوله افريقيا وسوبر كره اليد من كام يوم، ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا، فان شاء الله مزيد من الانجازات جاي نفرح بيه جمهور الاهلي. عايز اروح لحضرتك نقطه في غايه الاهميه، هزيمه في المباراه الاخيره والاداء ما كانش على الصوره المطلوبه، النهارده بتوصلوا رساله ان كلكم موجودين النهارده، عندكم ثقه في اللاعبين، اللعيبه النهارده اداء مختلف، وجود مجلس الاداره بتقولوا اللعيبه احنا في ظهركم. كابتن محمود الخطيب في اجتماعه مع فريق الطايره قبل السفر قال لهم وقت الانتصار تواضع، وقت الخساره اوعى تنكسر. ده حقيقي، احنا النهارده كلنا كنا موجودين بندعم الفرقه، بنقول لهم كلنا ثقه فيكم، كلنا متاكدين ان انتوا تقدروا، عندنا ثقه ان انتوا تقدروا تكسبوا البطوله ان شاء الله. كابتن خطيب قال لهم جمله مهمه قوي، قال لهم البطل لما بيخسر بيرجع يقف بسرعه، وهو ده اللي حصل النهارده، ان احنا خسرنا الماتش اللي فات ورجعنا وقفنا بسرعه على رجلينا، الفرقه وقفت بسرعه على رجليها، كلنا تضافرنا مع بعض الحمد لله رب العالمين، ببارك لهم، هم الرجاله ويستاهلوا. بشكر حضرتك يا استاذ محمد والتوفيق في البطوله الجايه باذن الله. انا اللي بشكرك جدا، وبشكر جمهور النادي الاهلي. اعزائي مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء، عاشق للنادي الاهلي، لامس نبض جمهور النادي الاهلي، هي دي المعاني اللي بنتوارثها جيل بعد جيل. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، عوده الدرع الى احضان الجزيره. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.